النهارده الحقيقه كان في كلام خرج ان اصابه بيرسي تاو بتمزق، اصابه بيرسي تاو بتمزق، في كلام خلال النهارده طول النهار كان في ناس بتتكلم في هذا الامر. اللي عايز اقوله لحضراتكم الحقيقه يعني النهارده التمرينه كانت فين؟ في الجيم. التمرين كان في الجيم. التمرين كان استشفاء. عباره عن ايه التمرين النهارده؟ للناس اللي لعبت الفتره اللي فاتت اللي هو كان واحد منهم بيرسيتاو. التمرين كان في الجيم، شويه حاجات كده ايه بتقف في الجيم، انا حواري حضراتكم معلش، بتقف تعمل شويه ايه حاجه اسمها استشفاء، تمسك العضله تعمل شويه حاجات بايديك، تعمل شويه حاجات على الرجلين الاماميه الخلفيه الضمه وانت واقف كده حاجه يعني 10 دقائق ربع ساعه، وبعدين تخش تعمل الاستشفاء بتاعك. و النهارده خبر غريب بالنسبه لي، هو خبر غريب جدا جدا الحقيقه. انا يا جماعه هو النهارده النادي الاهلي اتمرن؟ في ناس طبعا اتمرنت، هل الموقع الرسمي كتب حاجه؟ ما هو اي حد مصاب في الدنيا، ما هو لازم، ما هو هيتعرف يا جماعه ان هو مصاب، فنكتب على الموقع الرسمي. قناه النادي الاهلي قالت حاجه؟ ما قالتش حاجه. قناه الموقع الرسمي النادي الاهلي قال حاجه؟ ما قالش حاجه. طب احنا بنتكلم في ايه؟ طيب هل لو الخبر ده طلع غلط نحاسب مين؟ حقيقه انا بقعد يعني لما بقعد كده اتكلم عن الموضوع ده تحديدا، ماشي، في لما بالمنطق وبالعقل، لاعب او الفريق النهارده، فريق النادي الاهلي النهارده محدش اتمرن في الملعب، الناس كلها اتمرنت في الجيم واستشفى. انا لسه قاري الخبر، اكتفى الفريق الاول لكرة القدم بخوض جلسات استشفائية اليوم، وذلك وفقا للبرنامج الذي حدده الجهاز الفني. يعني وهو قاعد بيتدلك جاله مزق، مش عارف كاتبين مزق فين يا شباب، قولوا لي كده، مزق في العضله الاماميه مش عارف ولا الخلفيه حاجه كده. فهل بيرسي تاو وهو بيتدلك مثلا جاله مزق؟ مش عارف، ما اعرفش، ما عنديش فكره الحقيقه ايه اللي بيحصل في الموضوع ده. طيب هل لو الموضوع ده، انا بقول هل لو الموضوع ده طلع غلط نعمل ايه؟ ما نشوف ايه اللي هيحصل. بكره هيبقى في تمرين، بعده هيبقى في تمرين. اي حد مصاب هتلاقي الموقع الرسمي للنادي الاهلي بيقول اصله هو حد مصاب. لو انا مثلا عندي اسلام الشاطر ده بيلعب باك رايت ومصاب، هل ينفع اخبي واقول ان اسلام الشاطر مش مصاب؟ هيبان يا جماعه، كل حاجه بتبان، مفيش حاجه ما بتبانش. ليه الناس بتطلع تتكلم وليه الناس بتطلع تشوف؟ ما بكره ننتظر لبكره، قد يكون وقد لا يكون، محدش عارف لسه ايه اللي هيحصل بكره. ولا موقع رسمي قال ولا قناه اهلي قالت، يبقى بنتكلم في ايه؟